الجون اللي نفسك تشوفه لنفسك. يعني انا مثلا عندي شريط فيديو طبعا عملته بقى على فلاشات وبتاعات والحاجات دي كلها، فبتفرج على صدات كده معينه لنفسي بقى، يعني مثلا الكره الاخيره في ماتش مصر والجزائر في تصفيات كاس العالم دي ممكن اتفرج عليها 450 الف مره، بفرح جدا جدا بيها. يعني في كره مثلا في ماتش ايرلندا في كاس العالم، في شويه حاجات كده تبقى ذكرى جميله انا بحبها. انت اكيد في جول، في هدف سجلته، سواء بقى احنا في الاخر هنسالك عن افضل ثلاث اهداف، بس في جول انت سجلته تقول لي انا نفسي اشوفه دلوقتي قبل ما اطلع فاصل. سؤال صعب شويه والله. بص يا كابتن، الحمد لله يعني ربنا كرمني، عندي عندك ما شاء الله اهداف كويسه الحمد لله، وانا بحبها بحبها. عندنا كام؟ 58 هدف مع الاهلي، 241 مباراه و106 مساهمه، الحمد لله، فعندي اهداف كتير فانا بحبها. بس طب اساعدك شويه؟ ماشي. السوبر الاولاني بتاع الزمالك اللي خدتها من فوق وشطها، كنت لسه اقول لك دوت برضو من ضمنهم، ورجعت، بس انها ترجع لك وان انت تكمل، لانه هي لو ما كملتش في الكوره، انا كملت في الكوره كانت هتبقى كلها حلوه، مش كده برضو؟ حطوا لنا احكي لي كده بقى يا حسين، هنا فكره الترقيصه نفسها. بص هي من اولها يعني بعد ما تخلص تعاد. بص انا ما وقفتش يا كابتن، بص في لحظه جريت هنا. ايه اللي خلاك تجري؟ توقعت، ربنا رايد لك فيها، ربنا رايد لي هي تكمل بجول. من اولها وشناوي لعبها، انا كنت في الحته، محمد شناوي اللي شاف ايده رجع، من اولها. بس الترقيصه نفسها، طبعا. والله طبعا جايز يا كابتن، من اللعيبه الكبيره جدا واللعيبه كويسه جدا اللي انا بحبها على المستوى الشخصي اصلا. ده بني ادم جميل، جميل جدا جدا جدا. فالكره في اولها كابتن وهي بتتلعب، كان حمدي كان قريب مني قوي، فالكره وهي بالتوب جات لي في لحظه اللي انا اخدها من فوقيه، او الشناوي. بص يا كابتن، هتلاقيني في لحظه كده هي الكره مطبق. بص هي في لحظه، بص هو مقرب هنا اصلا، بص فخلاص في لحظه هو جاي، خلاص انا هاخدها من فوقيه. على فكره اصلا وقعت ضربه جزاء، ضربه جزاء رسمي. بس خلاص بص يا كابتن، هي بقى بتتلعب من كابتن عبد الشافي، انا كنت بجري. توقعت اللي هي هو بيرجعها لعواتي، هي هتجيلي. انت توقعت انه يرجعها، توقعت، مع انه طبيعي يحطها كورنر. بالظبط. نعم. فهي دي كانت حاجه يعني الحمد لله ربنا كافئني بيها عشان خاطر المجهود وال انت عرقله وضربه جزاء. ضربه جزاء، بص رجله خلاص، انا وقعت ضربه جزاء. سبحان الله. ده من الاجوان الغاليه، خاصه طبعا انه طبعا في الزمالك طبعا ديربي، وكان بطوله كمان، وكان لسه بدايه موسم بطوله، والملعب يعني ساعتها كان الاستاد كان الاستاد كان الجمهور كمان كان بدا يرجع في الفتره دي، كان بدايه الماتشات اللي الجمهور رجع فيها.